السلام عليكم أيتها السيدات الكريمات وأيها السادة الكرام والأخوة والأخوات، كيف هي أحوالكم؟ أرجو أن تكونوا بصحة وعافية وبخير وفي أحسن حال. مرحبا بكم في قناتكم عروض واختيارات. موعدكم اليوم مع عروض محلات بيم الأسبوعية الخاصة بيوم الجمعة 21 فبراير 2020، وتشتمل على العديد من العروض الخاصة بأجهزة وأدوات وأواني المطبخ. ثم بعد ذلك سوف تشاهدون عروض بيم الخاصة بيوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 التي تشتمل على عروض في المواد الغذائية، ثم عروض في مستحضرات وأدوات ومواد التنظيف وغيرها من العروض. أرجو أن تنال إعجابكم. أرجو من السيدات الكريمة والسادة الكرام والإخوة والأخوات الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع وإضافة تعليق. هدفنا إيصال المعلومة للجميع. شكرا لكم، كما أطلب منكم التفاعل والإدلاء بتعليقاتكم وآرائكم وتساؤلاتكم حول ما يتم تقديمه من عروض، والتكرم بالإجابة لكل من توفرت لديه أي معلومة، ونحن في دورنا رهن إشارتكم وفي خدمتكم لإجابتكم قدر المستطاع من أجل توضيح أي غموض وبالتالي الإفادة والاستفادة.
أنتم تشاهدون الآن عروض بيم الخاصة بيوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 وتشتمل على عروض في المواد الغذائية ثم عروض في مستحضرات وأدوات ومواد التنظيف وغيرها من العروض. أرجو أن تنال إعجابكم. في انتظار الإدلاء بآرائكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم حول هذه العروض لتعم الفائدة للجميع، أترككم مع مشاهدة العروض وأرجو أن تنال إعجابكم.
أرجو أن أكون قد وفقت وأن أكون عند حسن ظنكم في تقديم العرض، وشكرا على المشاهدة. للتوصل بكل جديد لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس وجيم للفيديو وإضافة تعليق. دعمكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.